الكرة الوجدية، كرة في الجهة اليمنى، كرة ما خرجاتش، البحث على المراوغة، هنا العرضية يبعد من جانب دفاع المغرب الفاسي. الحكم الذي يقول يشير ب رمية جانبية لفائدة فريق المولودية الوجدية. مباراة من المباريات اللي صراحة للأسف اللي ما تبعناش فيها فرجة، ما تبعناش فيها أهداف، هذا ربما يخلي حتى لو الصعوبة ديال التفاعل ومعايشة المقابلة بنوع من الحماس. للأسف صفر مقابل صفر، أكيد كان هناك تخوف واضح بالنسبة للفريقين معا في بعض الفترات، تقول في بعض الفترات كان هناك بعض المحاولات لكن غير ذلك، فتبقى النتيجة على ما هي عليه، الصفر مقابل الصفر. هدف هذا الوقت سيكون قاتل سواء للماس أو للمولودية الوجدية. إذن كرة تلعب في وسط الميدان، مشات للمولودية الوجدية، تمشي للزاوية، الزاوية لفائدة فريق المولودية الوجدية. هذا العلاوي يصارع اكيد اجل تسجيل الهدف، العلاوي اللي عنده رصيد ديال 3 ديال الاهداف الى حدود المقابلة السابقة، لعب 666 دقيقة رفقة فريق المولودية الوجدية، دخل اساسي في 7 ديال المقابلات، تم تغييره في 3 ديال المباريات، لعب 90 دقيقة في 4 ديال المباريات. هذه محاولة مشات، خروج ديال عزيز الكيناني، ستلعب من جانب عزيز الكيناني، كرة في وسط الميدان، حكم يشير خطأ، حاولوا بين الفين والأخرى تقديم مجموعة من المعطيات والمتغيرات بالتدقيق فيما يخص يعني الفرق الوطنية واللاعبين، أكيد كل المعطيات التي تخص اللاعبين والفرق ديال البطولة الوطنية. أكيد مشكور زميلي أيوب دعزيز على العمل الكبير فيما يخص هذا المشروع، المشروع المعطيات خاصة بالأندية الوطنية، هذا ربما يخلي حتى الأطر التقنية فرصة أنه تتعرف على يعني مجموعة من الجوانب التقنية، وتكون فرصة كذلك للاشتغال على بعض النواقص، هذا أمر إيجابي. هذه محاولة فائدة المغرب الفاسي، كانت فرصة ديال التمرير، الماس يبحث على الضربة القاضية، العرضية رجعات، ضغط من جانب فريق المغرب الفاسي، البحث على المراوغة، تفتك كانت ضائعة، كانت ضائعة من جانب اللاعب حسام معنان، رجعات المولودية الوجدية، ارتفع ايقاع المقابلة في هذه اللحظة، هل سيأتي الهدف من جانب أحد الفريقين؟ نتمنوا ذلك، نتمنوا هدف من أحد الفريقين. أكيد كل المقابلات اللي تبعنا كان فيها أهداف باستثناء هذه المواجهة، حتى المقابلة ديال أولمبيك كاسافي والدفاع الحسن الجديد فيها هدف، لذلك فهذه كتبقى المقابلة الوحيدة في هذه الجولة لما أكيد ما تمش خلالها تسجيل الهدف. خطأ يشير الحكم، يشير لفائدة فريق المولودية الوجدية. كرة في خط الوسط تلعب في بشكل سيء، مشات بعيدة، كانت من كريم الهاني، تمريرته كانت خاطئة، ستين ايتشودي اكيد لا يختلف اثنان على لمسة هذا المدرب رفقة فريق المولودية الوجدية في هذا الموسم، في تجربة هي رابعة رفقة سندباد الشرق كمدرب، لكن
بالتأكيد وجب الحيطة والحذر، لأن المقابلات المقبلة ستكون صعبة لفريق المولودية الوجدية كما هو الشأن لفريق المغرب الفاسي. تمريرة، كرة في الجهة اليسرى، ربحت على التمرير، هذه محاولة خطيرة 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 خطيرة، لكن هناك رأي التسلل، هناك رأي التسلل، رجعات للمولودية، الشات من العلاوي، ربحت على التمرير لكريم الهاني، تلعب من تجديد في الجهة اليمنى، تبادل الكرة مع من؟ مع اللاعب نانا بدارو، لكن في آخر مطاف كرة كتمشي بعيدة على اللاعب البودالي لاعب فريق المولودية الوجدية. كرة في وسط الميدان، جانب عناصر فريق المغرب الفاسي، فشل يسرى، ابعاد من زكريا الاسماعيلي، حكم كيدخل يشير، خطا لفائده فريق المولوديه الوجديه. المولوديه لي يعني ما تمكنش من تحقيق الانتصار، كنظن مقابله يعني الرابعه على التوالي في المقابلات اللي لعبها الميدان، كان تعاد امام الوداد الرياضي ميدانه، بعد ذلك انهزم امام حسني تقادير بثلاثه مقابل اثنين، او كان فاز على الفتح الرباطي بهدفين مقابل واحد، هذا كان اخر انتصار بالميدان ديال مدينه وجده، كان فاز على فتح الرباطي بهدفين مقابل واحد من فعل. بعد ذلك المولودية اكتفت بنتيجة التعادل أمام الكوكب هدف مقابل هدف، وجوج ديال المقابلات خارج الميدان انهزم أو فاز على النادي القنيطري بالفعل، كان فاز بهدف دون مقابل، كانت نتيجة مهمة لفريق المولودية الوجدية خارج الميدان بعد ما كان تعادل أمام فريق الكوكب مراكشي. جات مقابلة ديال الأكيد ديال النادي القنيطري وفاز خارج الميدان بهدف دون مقابل. الدورة الماضية انهزم 4-0 أمام فريق الرشيد، دي محاولة سيدة لكن بعيدة، النتائج متباينة بالنسبة لفريق المولودية الوجدية، لكن كما أشرت كتبقى الحصيلة يعني مقبولة بالنسبة لفريق الوجدي، أكيد اللي عنده 23 نقطة تحصل عليها، 6 ديال انتصارات، 5 ديال التعادلات و7 هزائم، ليكون التعادل السادس لفريق المولودية الوجدية، ويكون بذلك التعادل التاسع لفريق المغرب الرياضي الفاسي فيما يخص نتيجة ديال هذه المقابلة، إلى انتهت بصفر مقابل صفر. تلعب كرة من العرضية، فرصة لإفادة فريق المغرب الفاسي، ربحت على التسديد، لكن بدون تركيز، بدون تركيز، بعد من جانب اللاعب الدردوري، ثلاثة ديال الدقائق كوقت بدل ضائع. دقيقة مرت، وقت المتبقي جوج ديال الدقائق تكون كافية لتسجيل هدف من أحد الفريقين في مقابلة يمكن اعتبارها من بين المقابلة اللي مشهدات تسجيل الأهداف هذه الدورة، كذلك كان المردود ديال الفريقين معا مردود لا يرقى للتطلعات مقارنة مع مباريات أخرى اللي شهدت تسجيل مجموعة من الأهداف. الإنذار ضد البوداري أي فريق المولودية الوجدية، لكن الشارب خطأ
كانت حركة أكيد مرفوضة من جانب البوداري، يستحق عليها العقوبة الانضباطية. الكرة في وسط الميدان، إبعاد مشات المغرب الفاسي، تدخل ديال نانا، يتواصل الضغط، تابعوا هذه المحاولة آخر الثواني، صراع كبير، رجعت المغرب الفاسي، تابعوا حكم يشير خطأ لفائدة فريق المولودية الوجدية. إذن مباراة الماس والإمسيو أو الإمسيو والماس باعتبار أنه المولودية والمستقبل تنتهي بصفر مقابل صفر، ونقطة إذن لكل فريق. المولودية أصبح في رصيد 24 نقطة، نفس الحصيلة اللي عند شباب الريف الحسيمي والجيش الملكي مؤقتا في انتظار بقية المباريات. والمغرب الفاسي أصبح في رصيد 17 نقطة. مشاهدينا الكرام، يعني لحظات قليلة وينهي حكم نور الدين الجعفري تفاصيل هذه المواجهة. ذكر بأنه الدفاع الحسني جديدي لازال متقدم بهدف دون مقابل، والوداد انهز إلى حدود اللحظة بهدفين دون مقابل في أمل تحقيق تأهل بالنسبة لفريق الأحمر لكل الأندية الوطنية في المواعيد المقبلة. كدا صفر مقابل صفر نتيجة المواجهة. مشاهدينا الأفاضل، يتمنى الشكر الخاص لكل الزملاء التقني بدون استثناء زميلي لوزة على مستوى الإخراج، زميلي ستيتو، وأكيد ألقاكم في مواعيد مقبلة بحول الله. إلى اللقاء. عيشوا متعة كرة القدم.